اتصل الربان بالمراقبة البحرية المغربية وأبلغ بما اكتشفه. حرص على ألا يقترب أحد من الجثة أو من محيطها حتى لا يتغير شيء في معالم الجريمة. أمر القبطان بالتوجه بسفينته إلى ميناء مدينة داخلة. بعد ساعة كانت السفينة راسية في الميناء. طلب من كل البحارة الموجودين عليها أن يلزموا مواقعهم. صعد إلى السفينة قائد الدرك الملكي في المنطقة القبطان ميمون العسلي، ومعه الطبيب الشرعي وممثل عن السلطات المحلية. صعدوا إلى أعلى السفينة. كانت الجثة هناك في بركة من الدماء. أكد الطبيب الشرعي أن الرجل فارق الحياة قبل عدة ساعات. لاحظ أن القتيل يحمل جرحا غائرا في الرأس، إصابة كادت تقسم الجمجمة إلى نصفين. غير بعيد لاحظ القبطان ميمون وجود ساطور على أرضية سطح السفينة. كان مباشرة تحت قارب النجاة. أخذ منديلا ورقيا ثم تناول الساطور. كان على حده أثر دم، وكانت بجوار الجثة آثار أقدام متجهة إلى داخل السفينة، آثار رسمت بدم الضحية. بدأت التحريات بالسعي إلى تحديد هوية القتيل. كان بحارا مغربيا في 35 من العمر يدعى محمد الطويسي. علم القبطان ميمون أن الرجل يعمل على متن باخرة الصيد الكورية منذ شهرين. لم يكن ربان السفينة شودوري يتحدث سوى لغته الكورية والإنجليزية، ولذلك وجد القبطان ميمون العسلي صعوبة في التواصل معه. اتصل بالوكيل العام للملك وأبلغه بالمعاينة التي قام بها، كما أحاطه بالصعوبة التي يلاقيها في التخاطب مع ربان السفينة الذي لا يتحدث إلا لغته الأم والإنجليزية. كان بين ضباط الأمن الوطني في مدينة الدخلة ضابط يجيد الإنجليزية، وقد تم الاتصال به ليتولى ترجمة. التحق فورا بالباخرة الراسية في ميناء الدخلة وبدأ الاستماع إلى أفراد الطاقم. علم القبطان ميمون من ربان السفينة أنه استيقظ في 6 صباحا وتوجه إلى مقصورة القيادة في أعلى السفينة، وفي الطريق عثر على الجثة. قال إنه لم يستنفر أيا من مساعديه واتصل بسلطات المغربية مبلغا بالذي اكتشفه. كان طبيعيا أن يسأل الربان عن الساطور الذي عثر عليه بمقربة من الجثة. قال إن ذلك ساطور من الأدوات التي تستعمل في مطبخ السفينة لتقطيع اللحم. لم يكن الربان بحاجة إلى التذكير بأن كل باخرة تتوفر على مخزن للأغذية التي يكون في جملتها كميات هامة من اللحوم. اتصل القبطان ميمون ببعض البحارة المغاربة الموجودين على ظهر السفينة، ولكنهم لم يدلوا بما يضيف شيئا إلى التحقيق. قالوا إن الربان أجبرهم على لزوم أمكنتهم منذ 6 صباحا. كان من بين أفراد الطاقم ميكانيكي مغربي اسمه عبد الرحمن بوحمرون. قال الميكانيكي إنه أحس بارتفاع الحرارة في موقع عمله فقام بفتح باب الغرفة. في تلك الأثناء رأى شبح شخص يمر مسرعا، ما لبث أن اختفى في الظلام. قال إنه لم يستطع أن يتبين ذلك الشخص الذي قصد الطابق الأسفل من السفينة. شخص واحد فقط ممن هم على ظهر السفينة لم يتم استجوابه حتى الآن. يتعلق الأمر بالطباخ، وكان كوريا لا يعلم من اللغات إلا لغته الكورية. نزل القبطان ميمون إلى مطبخ السفينة. اضطر إلى الاستعانة بربان السفينة لأنه وحده يتكلم اللغة الكورية. كان القبطان ميمون يطرح السؤال بالعربية، فيقوم ضابط الشرطة بترجمة السؤال إلى الإنجليزية، فينقل الربان السؤال إلى الطباخ باللغة الكورية. كان الطباخ يرد بالكورية ويترجم الربان الرد إلى الإنجليزية، ويترجمه ضابط الشرطة إلى العربية. كم هي ملتوية هذه الطريقة. عندما سأل القبطان ميمون الطباخ عن وجود الساطور غير بعيد عن الجثة، لاحظ أن قائد السفينة دخل في حوار مع الطباخ، واعتبر أنه بذلك إنما يعرقل التحقيق والبحث. نبه القبطان ميمون الربان الكوري شو دوري وحذره من كل محاولة للتضليل. بعد ذلك صار ينقل السؤال إلى الطباخ دون التواءات. قال الطباخ إنه لم يستعمل الساطور منذ أيام.
ولاحظ القبطان ميمون أن الرجل حافي القدمين. سأله لماذا لا ينتعل حذائيه؟ رد أنه بسبب طول المدة التي يقضيها واقفا في المطبخ وحين تكون الحرارة مرتفعة فإن الحذاء يضغط على قدميه، ولذلك تخلى عنهما وقام بغسلهما. طلب القبطان ميمون رؤية الحذائين. بهدوء جاء الطباخ بحذائيه. كان الرسم الذي بقاعهما يشبه تماما أثر الأقدام التي رصدت قرب بركة الدم في أعلى السفينة. بعد إبلاغ وكيل الملك بتلك المعلومات أمر بنقل الجثة إلى مستودع الأموات، بينما اقتيد ربان السفينة والطباخ إلى مقر قيادة الدرك الملكي بالداخل لاستكمال البحث. سعى القبطان ميمون في البدء إلى إقناع الطباخ الكوري بأن إنكاره لن يجدي نفعا، لأن السرطور من الأدوات التي لا يحق لأي كان سوى الطباخ أن يستعملها. أبلغه أنه علم أنه كان يمنع منعا كليا على البحارة المغاربة أن يدخلوا إلى المطبخ، وأنه عما قريب سيحصل على الدليل القاطع على أنه متورط في جريمة قتل البحار المغربي محمد الطويسي. لم يفت القبطان ميمون أن ينبه الطباخ الكوري إلى أنه إذا ما ثبت أنه القاتل فإنه سيكون في مواجهة حكم بالسجن المؤبد أو الإعدام. كان واضحا أن القبطان ميمون ينحو الآن منح الصرامة، وهو ما استشعره ربان السفينة شودوري الذي سعى إلى إقناع الطباخ بالتصريح بكل ما يعلم. قال الرجل إنه استيقظ في حدود الساعة 5 لتحضير وجبة الفطور للربان، وقبل أن يباشر العمل صعد إلى أعلى السفينة، أشعل سيجارة. في تلك اللحظة التحق به البحار المغربي محمد الطويسي. قال الطباخ إن الرجل طلب منه أن يعطيه سيجارة فرفض. قال إن ما كان لديه من سجائر لن يكفيه حتى ترسو السفينة في الميناء. ادعى الطباخ أن البحار المغربي كان مصرا على الحصول على سيجارة. تعالى صراخ الرجلين ولم يكن أي منهما يفهم لغة الآخر، ثم تعارك. تغلب المغربي على الطباخ الكوري وانتزع منه علبة السجائر، فتحها والكوري ينظر، ثم أخذ سيجارة وأشعلها ومزق ما بقي من سجائر. يعترف الطباخ الكوري أنه استشاط غضبا لما رأى محمد الطويسي يمزق علبة السجائر بما فيها. حينئذ نزل إلى المطبخ، حمل الساطور وعاد. كان محمد الطويسي ينتشي بسيجارته، جاءه من الخلف وضربه بالساطور على رأسه وبقوة. تدفق الدم بغزارة من رأسه ولم يلبث أن فارق الحياة. ظل ينظر إلى الجثة. قال إنه كان حائرا وزعم أنه لم يكن يريد أن يقتل البحار، ولما تحرك يريد النزول إلى المطبخ لاحظ أثر حذائه. خلع الحذاء ومضى إلى المطبخ ليعد وجبة الفطور للربان. بعد ذلك نظف الحذائين مما علق بهما من دم. تم إقفال المحضر وقدم الطباخ الكوري الجنوبي ذي ماوبي إلى الوكيل العام للملك بتهمة الضرب والجرح العمدين المفضيان إلى الموت دون نية إحداثه.